بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا الشيخ اللي انا كنت مصوراه دلوقتي قسما بالله دي تالت مره كمان. طبعا مصمم ان هو يشك على الفسيخ. بصوا بقى اللي مش كلش فسيخ النهارده من ده. وقني حته كده. لا لا انا عايز حته صغيره صغيره كده برتقال. الله فعلا اللي ما كانش فيه النهارده من عندنا ما كانش فيه. بس خمسه كره وحلوه بس دي اللي هيبقى مش عارف. جميل. بصوا بيخر سمنه عباره عن سمنه كده بتتاكل زي المربى. هو مربى. هو قال لك لازم بقى اي شوت. كل سنه وانتم طيبين. انا باكل كل يوم واكل امبارح كل ليل. هو ده عايش على الفسيخ. ده ممكن ياكل له برميل فسيخ. يعني هو ده جاي لنا بخساره. يعني وطوا التسجيل شويه. اعمل قفل عندنا بتاعت رمضان اهي. كل سنه وانتم طيبين. فاتحين بقى عاملين رمضانيه. وطبعا الفسيخ جميله اهو. انا حبيت اوريه لكم برده لان انا لسه مصوراه دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين. عندنا يا جماعه الفسيخ. شايفين الجمال فعلا ما كانش. والله العظيم ما كانش فيه الفسيخ ده. انا بهديه لحبايبي. يعني الحبايب اللي جولي النهارده وخدوا مني السيخ الكبير ده اقسم بالله قالوا السيخ. انا بقيت اقول لهم خدوا الفسيخ بديهولكم بسعره. يعني انا حاسبه النهارده الناس اقل من سعره عشان يدوقوا الفسيخ بتاعنا. عشان اللي كان عندنا يجي لنا تاني وتالت ورابع. وطبعا الناس كلها جايه لنا من اخر الدنيا. لازم ناكلكم حاجه حلوه. طبعا حاجه كان وحش. ايه ده كده يا محمد؟ شايفين الارضيه بتاعت الفسيخ؟ حاجه كده جميله وحلوه وطعمه وكل حاجه حلوه فيها. شايفين محمد بيعصر ليمون على الاكل اهو. طبعا هنوريكم الفسيخ. وقلت لكم عندي كل حاجه. والمحل مفتوح يا جماعه من اول يوم رمضان ما بقفلش. كل سنه وانتم طيبين. وبنطلع فسيخ في رمضان لان في ناس كتير بتعزم عليه يعني في رمضان. اول يوم المغرب. لا انا بفتح من الصبح المغرب. يعني ممكن اللي عايز يفطر في رمضان فسيخ يجي يفطر من عندي الفسيخ. يعني بصوا متاع عندي الفسيخ على طول. وطبعا اللي عايزين ياخدوا اوردراتهم يبقوا يجوا له بدري. وكل سنه وانتم طيبين. علشان ما حدش يزعل مني يا جماعه. اللي عايز اوردراته يطلب يجي لي بدري ويطلبني بدري عشان ابعت له كرة السيخ. بعمل حاجات تانية عشان عايز اكلها بقى بشيل الجلد وكده. طيب ما كل شوف. شايفين الزيت يا ولاد؟ لا الفسيخ ده رهيب رهيب. ده منزل في البرميل زيت اصفر كده يتعمل منه صابون بريح. لا يتعمل منه عجوزه. ولا يتعمل منه سمنه بلدي. والله العظيم جميل. انا ما بقولش يعني انا اللي جالي النهارده قلت لهم انا عندي دلع وعندي حدوقه حلو. وبقيت انصح اللي يجي ياخد. والحمد لله انا ما بديش لحد فسيخه الا ما اقول لها دي دلعه دي حد. وانا وعفر اللي ياكل. وزي ما قلت لكم عندنا جمله وقطاعي. وبفتح كل في رمضان وطوال ايام العيد. وكل سنه وانتم طيبين. ورب يجعله رمضان حلو علينا وعليكم يا رب. واقول لكم اتاني مش قادره. مش عارف احنا هناخد اجازه امتى بقى؟ احنا ما بناخدش اجازه خالص. عندنا رنجة ابو السيد عين. وطبعا وفاتحه على الكعبه اهي ان شاء الله. وعدنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. يا رب كلنا نتقابل كده على عرفات يا رب. وطبعا هما جاب لنا. انت عايزه يا حبيبي؟ انا تبع وائل ابو زيد. انت تبع وائل؟ حاضر. الفسيخ اللي وائل هياكل اهو. الفسيخاوي يا وائل. وائل ابو زيد اللي هياكل منه يا جماعه. شايفه؟ شايف الفسيخ؟ حاجه كده اخر جماعه. كل سنه وانتم طيبين. ويلا رقم تليفوني 010-3327-44. انا بوصل يا جماعه بس على قد ما بقدر. ويلا سلام.